شوارع معظم العواصم العربية غير مجهزة لاستخدام المواطنين دراجاتهم الهوائية فيها. ورغم ذلك فإن ظاهرة استخدام الدراجات تنتشر بسرعة في بعض المدن العربية الكبيرة. هنا في القاهرة التي تشيع فيها ظاهرة التحرش رغم تشديد القوانين، يمكن مشاهدة ياسمين محمود وهي تمضي بخفة ورشاقة فوق دراجتها وسط السيارات. العجلة بتوفر لي وقت، بتوفر لي بنزين في ظل الزحمة اللي احنا بقينا فيها. انت شايف الناحية التانية اصلا زحمة قد ايه؟ الوقت اللي انا هاخده بالعربية فيها ممكن اخد ربع ساعة، انا 5 دقايق هاخدها بالعجلة. في شوارع القاهرة لم يكن مألوفا أو مقبولا اجتماعيا للكثيرين أن تمتطي المرأة الدراجة، لكن بعضهن تصر على تحدي ومواجهة مشكلات التحرش والازدحام يوميا من على صهوة دراجتها. لو احنا وفرنا مسارات خاصة بالدراجات دي هتفرق كتير قوي، هتلاقي يمكن نسبة أكبر من 40% بدأ ان هو ينزل. برامج شبابية لركوب الدراجات ترافقت مع هذه الظاهرة لتشجيع المواطنين من الجنسين على استخدام العجلات الصامتة حفاظاً على البيئة وتوفيراً للمال والوقت. تعودناش ان احنا نشوف بنت راكبه عجله، الكلام ده كان زمان قوي في الستينات، فاحنا بنحاول نحسن الصوره دي ونرجعها مره تانية. شيء طبيعي جدا لما تشوف بنت راكبه عجله، ما حدش يضايقها، ما تسمعش معاكسات في الطريق، ده احنا اللي بنحاول نعمله الفتره دي. ورغم خوف البعض من التحرش الا ان الفكره لا تجد من يرفضها بالمطلق وان لم يمارسها. كنت عايزه العجل يبقى لايف ستايل يعني في حياتي في كل حاجه، بس انا بس بخاف الناس تضايقني في الشارع، حد يعني هو ده اللي بخاف منه اكتر من العربيات. يعني مش خايفه من العربيات قد ما انا خايفه من الناس انها تضايقني تقول كومنت مش ظريف، خاصه ان احنا بنات يعني. ويرى البعض ان انتشار هذه الظاهره سيشجع البلديات على اعتماد مشاريع لتخصيص امكنه لراكبي الدراجات في هوامش الشوارع.